السلام عليكم ورحمة الله، نأنس برفقتكم في حلقة جديدة من لست وحدك. كانت الأرض مزروعة بالخير والذكريات، في كل شارع ذكرى وعلى كل شجرة ثمر، لكن الأرض السعيدة التي كانت تزرع من كل الثمرات وتهطل عليها الأمطار في كل الفصول تبدلت أحوالها على يد ميليشيا الحوثي والمخلوع. صارت الأرض مزرعة للألغام، والألغام لا تثمر إلا دماء مسفوكة وأطرافا مبتورة وأوجاعا وخسائر لا حد لنهايتها. الهواء الذي كان ينقل الأمطار صار ينقل الرصاص والشظايا، والتراب الذي كان يخبئ البذور ويغذي الجذور ويسقى بالماء صار يخبئ الألغام والأوبئة ويسقى بالدماء والدموع. برنامج لست وحدك زار مجموعة من الجرحى في أحد مستشفيات مدينة عدن، منهم من أصيب بشظايا قذيفة، ومنهم من أصيب بانفجار لغم، ومنهم من أصيب برصاص الميليشيا التي نهبتها من خزائن الشعب ووجهتها إلى صدور أبنائه. جرحى قضوا عيدهم يتلقون العلاج من إصاباتهم. حملونا رسائل ننقلها إليكم في الفيلم التالي. قضى العيد داخل المستشفى بالسراير ويطلقوا العلاجات حقهم. والله العيد تمام، أصبت في فوق باب المندب يعني مقاومة، والحمد لله يعني سلامة ماشي حاجة، سوب شوي هنا والحمد لله ماشي حاجة. الأخوة الجرحى يقضوا عيد الفطر عيد الأضحى المبارك، والحمد لله في مستشفى الوالي حصلوا على رعاية، وجميع الجرحى بصحة جيدة إن شاء الله، ونتمنى لهم الشفاء العاجل. والله الحمد لله يعني قضيت أنا 6 أيام أو أسبوع كذا، والله الحمد لله والحمد لله يعني على الصحة والعافية ماشي حاجة، كل شيء تمام الحمد لله. واستبت وجينا لهنا يعني الحمد لله بنخرج إن شاء الله قريب. الجرحى اللي قطعوا خرجوا، والآن الأغلبية حد باقي هنا مليان جرحى في المستشفى. الحمد لله على كل خير، كنا رايحين معانا صرفة لأفراد المقاومة، وصرفة أيضا ذخيرة، والأسر حقنا نازحة في العند. تحركنا إلى محطة البركاني، وبعدها مباشرة فوقينا بهاون 120، فما درينا لقد نحن طاحين على الأرض. الحمد لله قلت عني سليمة. والمعنويات عادي عالي، لا يمكن نحن يعني نتزحزح، إن شاء الله يعني نتشافى ونعود إلى الميدان بإذن الله. أسرتي في أبيان الله سلام لهم، وقل لهم إن شاء الله أني بخرج قريب، ولهم يعني وعشاء وصحاب يعني فقدان لصحابي فقدان للعيال، شتي سير شتي حوس إن شاء الله أني خرج قريب. سلامي لصحابي وهلي إن شاء الله، اللهم عيد مبارك العام مبارك إن شاء الله وصحة وعافية إن شاء الله، إني خرج من هنا بسرعة ورجع لبلادي، وقول لإخواني اللي في القبهات
الصبر ان شاء الله، ان شاء الله الخير واقي، كل حاجه ان شاء الله بخير. قلت لهم اشاره انه في مجموعه متسلله من وراء المعسكر، فاتحرك الطقم بناء على الاشاره، فمجرد مرور المعسكر تفجر الطقم وتوفوا اثنين من اصدقائه، واحد واثنين اصابوا، واحد الحمد لله واثنين نقوا من الله. والمجموعه ما تدريش انه في الغام زرعوها مجموعه الحوثي وعلي عبد الله صالح في وراء المعسكر، والحمد لله. والله حقيقة المرضى خاصة لما يكونوا بمستشفى وقت العيد يكونوا في حالة نقص، فهم لك؟ فرحة العيد ما تكتملش إلا مع الأسرة والبيت والأهل والأصدقاء، بس لازم من زيارات تواسيهم، فهم لك؟ من الأصدقاء من الأقارب، حتى احنا المرضين احنا نفسنا نطلع لعندهم نواسيهم. ندعي الله ان نسمح نخلص من هذا الحوثي، هذا اهم شيء، هذا كله دعانا والله الكريم. تعب نفسي وخرجوا من جراح، تملك لازم المواساة وهدايا والى غيره، ولازم نحسسهم انهم قدموا شيء ملموس، ونحن طبعا نرد لهم الجميل بالجميل. آلاف المواطنين اليمنيين قضوا عيدهم مع الحزن والألم، جرحى ويتامى وثكالى، مختطفين ونازحين، بيوت كانت عامرة لسنين طوال مر عليها هذا العيد وهي باردة كالرماد، وبعضها صار رمادا بالفعل. لكن هذه ليست النهاية، فالشعب الذي قرر استرداد قراره مهما كان الثمن جدير بأن تحترم تضحياته، تضحياته التي لابد أن تثمر دولة عدالة وقانون. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده للاتصال بالمحامي والناشط الحقوقي صالح ذيبان من مدينة عدن، لا تذهبوا بعيدا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي المحامي والناشط الحقوقي صالح ذيبان. مرحبا أستاذ صالح. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الله وأستاذ المشاهدين، حياكم الله. شاهدنا قبل قليل رسائل مصورة من مستشفى في عدن لجرحى كلهم أصيبوا برصاص أو شظايا الميليشيا في حربها التي تشنها على المدنيين، أليس من واجب النيابة فتح تحقيق في كل جريمة من هذه الجرائم على حدة؟ الأصل أن يتم فتح التحقيق وأن تحرك هذه القضايا في الأوضاع الطبيعية، ولكن لازمنا في حياتنا اليومية في جزء كبير منها نعيش الوضع الاستثنائي وكأن لا دولة ولا تفعيل الأحكام القضائية بشكل محدد وواضح، حيث أننا نسمع إلى أن الإجهزة القضائية بدأت تمارس أعمالها وبدأت تعود إلى طبيعتها، ولكن فعليا لم تعد هذه الأجهزة إلى مزاولة أعمالها بالشكل الطبيعي الذي نستطيع أن نقول أنه 100% يغطي كامل دورها القانوني المحدد دستورا وقانونا، ولكن من المفروض على هذه الأجهزة أن تعود بأسرع وقت ممكن خاصة في المناطق المحررة، نعم، للنظر في مثل هذه المظالم في مثل هذه القضايا، لأن المواطن الذي انتهك حقه في حالة لم يقوم القضاء الداخلي بتغطية شكواه ولم يستلمها ولم يستجب رغم شرعية هذه الشكاوى وصحتها، سوف يلجا الى المنظمات الدوليه والى الامم المتحده للنظر في مثل هذه القضايا للوقوف عليها وتحريكها جنائيا. نعم. ما هو التوصيف استاذ صالح؟ التوصيف القانوني لجرائم استهداف المواطنين بالقصف وزراعه الالغام ويعني الشراكه المفخخه وغيرها من اشكال الاستهداف التي تتقصد اصابه المدنيين.
هي بحسب التوصيف القانوني وفقا للتشريعات الدوليه تعتبر جرائم ضد الانسانيه، وقد اشرنا الى هذه الوقائع في اكثر من 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 عمل تلفزيوني وعمل تقارير دوليه. كذلك نتحدث عن هذه المساله بانها كانت جرائم ارتقت في بعض الحالات في مدينه عدن وبعض المناطق التي رصدناها لانها كانها جرائم اباده. صحيح. فبالتالي عندما يوجد استهداف مباشر وبالأسلحة الثقيلة ومحدد موقع فئات معينة تسكن هذه المناطق ليست لها علاقة بالأعمال الحربية، نعم، فإننا نتحدث عن جرائم إبادة. لازلنا نتحدث حول التوصيفات القانونية مع بطء في التحرك للمقاضاة. لذلك نجد أن الميليشيات الإنقلابية لا زالت تصعد هذه الأعمال في تعدد هذه الأعمال في استمراريتها. نجدها مستمرة في بيحان، نجدها مستمرة في المناطق التي لا زالت تعتدياتها، بل أن هذه الاعتداءات في تطور. أستاذ عبد الله للأسف، نعم، أننا أقول أن هذه الاعتداءات التي ترتكب في حق الإنسان اليمني في تطور، ولعلنا الآن نشهد أن الاعتداء الممنهج المرتب على الاستقواء وعدم القدرة على الملاحقة والمساهلة وعدم وجود أو ضعف الضغط الدولي تجاه الميليشيات الإنقلابية يأخذ منحى آخر مختلف. وهذا التصعيد بدأ يأخذ المنحى الذي نشهده حاليا في مدينة إب، في الاعتداء على الطفولة، في التزويج الإجباري، في نكاح الجهاد. لم 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 يثبت يعني بشكل. دعنا 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 استاذ صالح، دعنا لا ننسق الى يعني هذه التفصيلات باعتبار انها لم تثبت على وجه الدقه، وبالتالي الخوض فيها يؤذي كثير من مشاعر الناس هناك. اذا ما ركزنا على مساله تصعيد عمليات استهداف المواطنين المدنيين من خلال كما تفضلت يعني ممارسة بشاعات تتطور مثل تفخيخ الحمير وتفخيخ حتى الجثث التي تظل مرمية حتى تصل إليها أيادي الناس لانتشالها، كيف يمكن النظر إلى هذا التطور؟ هل أن من أمن العقوبة أساء الأدب؟ يعني أنقذت القول وأجدته وأصبت كبد الحقيقة، أنه من أمين العقوبة أساء الأدب. ولذلك نجد أن القصور الذي حاصل في أداء المنظمات الدولية، قلت لك سابقا، من حيث الضغط وأيضا من حيث القيام بالدور اللازم عليها، نعم، القيام خاصة وشدد على الصليب الأحمر، هنا تكون التصرفات خارجة عن الإطار اللامحدود. فبالتالي نتحدث عن يعني تتجاوز اللامعقول بمراحل، ونجد انفسنا امام تصرفات غايه في الغرابه على المجتمع اليمني. صحيح. غايه في الغرابه. صحيح. على المناطق التي شهدت نزاعات وصراعات مسلحه على السلطه واختلافها من التوصيفات. صحيح. فلذلك نحن مثل ما تفضلت سابقا لا نريد ان نخوض في المسائل التي تجرح مشاعر الناس حقيقه. نعم. ولكننا امام جرح كبير لا زال كل يوم يتوسع نتيجه التصرفات الحماديه التي تمارسها الميليشيات، نتيجه عدم القدره على التعاطي مع الملف السياسي بشكل يمكن ان يؤدي الى حفظ الحقوق. لاننا لا زلنا نردد ان تاخر الحل السياسي المتضرر الاساسي منه هو حقوق الانسان. نعم. ولا زلنا كل يوم نعاني في مثل هذه الامور، وتتصاعد للأسف أن الأعمال تتصاعد بمستريحة نتنا تؤدي إلى إضرار الناس. فبالتالي تأخر عمل الجهاز القضائي يؤدي إلى تفاقم المشكلات. نعم. المناطق المحررة يجب علينا أن نتحدث بصريح العبارة. الإدارة فيها يجب أن ترتقي إلى مستوى إدارة الأزمات والشكل الذي نستطيع أن نحن نقول أن بدأت أن تأخذ حقها. جزئيا بعد غياب تقريبا يومين. وبالتالي نحن كل يوم لازمنا نطرح ملفات على وعسى ان نصل الى المرحله التي
جزئيا يشعر المواطن فيها بتحصل اللي يتوقع حدث. أستاذ صالح، على سبيل المثال لو أن بعض القضايا تم تقديمها للقضاء بجناه محددين، سواء أولئك المجرمون الميدانيون ومن خلفهم ممن اتخذ القرارات الكبيرة، هل كان هذا ليحد من يعني زيادة بشاعة مثل هذه الأعمال عندما يعلموا أن فلان وفلان وفلان أصبح أو أصبحوا مرصودين ورفعت عليهم قضايا قانونية وتم توثيقها؟ هل يمكن أن يسهم هذا إلى أي حد يعني أو إلى حد ما في تخفيف مثل هذه الأعمال في المناطق التي لا زالت تشهد صراعة؟ المفترض يقول أن بعد تحرك بعض الملفات وبعض الاتهام التي استقالوا المواطنين الجنائية نحو أشخاص محددة تنتمي إلى الميليشيات الائتلافية والقيادات الأساسية والميدانية، المفروض أنه يحد من مثل هذه التصرفات لمن كان يفكر في الغد. ولكن عندما الإنسان ينتحر ولا هم له ولا ضير لديه بأن الوطن ينتهي، نعم، وبالتالي تصبح المسائل هذه بالنسبة له مسائل تقليدية ليست أساسية كجوهر وجوده. هم لا ينتحرون بشكل جماعي، والدليل هو تكديسهم لأموال الشعب للسيولة، يعني عمليات غسيل لهذه السيولة التي تحصلوا عليها من خزينة البنك المركزي وكل صناديق الدولة اليمنية، صاروا يعني يبيضونها على شكل عقارات وأمور أخرى كثيرة مرصودة تدل على أنهم يعني ليست لديهم نية لهذا الانتحار كما يطرح، وإنما للاستثمار والانتقال إلى أشكال أخرى من الحياة، يعني حياة الترف والبذخ. كل ما يقام أو ما يصل إلينا من تصرفاتهم المرتبطة بتبديد الاحتياط المالي المهم الأساسي، نعم، يدل على أنهم لا يفكرون. اليوم نشهد في العاصمة صنعاء خروج مسيرات المظاهرات احتجاجات، البارحة كان لدينا أخبار عن تمرد بيجي في وزارة الدفاع وغيرها من القضايا التي تدل على قرب نهاية المشهد القاتم الذي تعيشه من بإذن الله تعالى. ولكن هذه التصرفات كلها أضرت ضرر كبير للمواطن، الذي لا حول له ولا قوة. على ذكر الأموال، على من تقع مسؤولية التعويض لهؤلاء الضحايا من المدنيين الذين أصيبوا بأضرار جسمانية بالغة؟ سلطة الأمر الواقع إذا ما جاز التعبير، أم السلطة الشرعية؟ في حقيقة الوصول إلى مرحلة التعويض لا زال مرحلة مبكرة، لأننا سنتحدث عن برامج وطنية شاملة، نعم، ستدخل في إطار برامج العدالة الانتقالية إذا طبقت وفقاً لمخرجات الحوار الوطني، لأن لدينا آليات محددة من ضمنها آلية التعويض وجبر الضرر. نعم. نعم نعم نعم، وبالتالي لا زال تفكر الوطنية. إذا لنتحدث عن مسؤولية العلاج، علاج الجرحى. الأصل هنا من تسبب في الضرر أن يقوم بجبره، ولكن اليوم الميليشيات تتخلى حتى عن جرحاها. شاهدنا في عدن في العام الماضي أن الجرحى لا قيمة لهم، بل يتم تسليتهم ميدانيا. نعم. وبالتالي لا قيمة للإنسان الذي أساسا هو مدافع عن القضية التي هو ينتمي إليها مع الميليشيات، وبالتالي كيف هو نظرتهم بالنسبة للإنسان الآخر الذي يعارضهم ويحتج ويقاتل من أجل أرضه، من أجل الوقوف ضد الاعتداء بالميليشيات على أراضيهم؟ نعم. وهنا مسألة في غاية التعقيد، أن الميليشيات تتخلى عن الجرحى، الدولة تقوم بجزء مهم جدا في معالجة الجرحى. شهدنا تطور لا بأس به نتيجة فتح المطارات، مطار عدن ومطار الريان. نعم. ولكن المشكلة لا زالت موجودة، لأن الاجتماع لصوت العاقل لا زال غاية في جزء كبير منه، وهو تفعيل الداخل وتطوير المؤسسات الطبية الداخلية سيحل جزء كبير جدا من المشكلة. ولكن لازلنا إلى اليوم بحسب التقرير الذي عرضتموه قبل لحظات، وكذلك بحسب التقارير السابقة وفي حلقات سابقة ناقشنا هذا الموضوع، نعم، أن الاعتماد على الداخل هو الأجدر والأنفع بالنسبة للجريح، لأنه إلى حين وصول الجريح إلى المستشفيات الخارجية تكون ضعفة. صحيح صحيح.
دائما نطرح على ضيوفنا ونكرر هذا الأمر، السؤال عن مسألة التوثيق، عن أهمية التوثيق. كيف تقيمون النشاط الحقوقي في هذا السياق، التوعية والرصد والتوثيق من أجل المقاضاة؟ بالعام الماضي كان تقريبا لدينا منظمتين إلى ثلاث منظمات التي تشتغل توثيق وفقا لمعايير المطلوبة من الأمم المتحدة وتحديدا من الحقوقية الإسلامية. ولكن اليوم نشهد تطور لا بأس به من حيث دورات التأهيل والتدريب، من حيث تأهيل الراصدين، من حيث العمل الميداني، من حيث أيضا تنوع الملفات. في العام الماضي تقريبا من عام ونصف كنا نتحدث عن الجرائم الأساسية والرئيسية، جرائم القتل وجرائم العبادة والجرائم الأساسية التي يمكن أن تحرك ملفات قضائية كبيرة في مواجهة الإنقلابيين. ولكن اليوم تنوعت وازدادت ازداد نوعية العمل، وبالتالي ارتقت المنظمات في تقديم جوهر القضية بشكل دقيق، فأصبحنا نتحدث عن قضايا لم نكن نتحدث عنها، وانتهاكات لم نكن نتحدث عنها في العام الماضي. إذن هذا تطور مطمئن ولافت، هذا تطور يعني مطمئن ولافت إلى أنه العملية تنحو إلى الدقة أكثر وإلى يعني شرائح كثيرة من الجرائم التي يعني مارستها الميليشيا على الأرض. بالفعل التطور ملموس، ولكن للأسف الدعم الذي يمكن أن يؤدي إلى تطور أكثر وأكثر بالنسبة للمنظمات الحقوقية والمدنية لا زال غائب بشكل كبير. ولكن نقول أنه هناك تحسن ملموس، هناك تحسن ملموس في تحقيق هذا. هل هناك تواصل مع اللجنة المكلفة رسميا برصد ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان؟ يعني هل يمكن من ضمن مهامها أن تقوم بدعم يعني أنشطة التوثيق؟ المفروض أنها تدعم أنشطة التوثيق وتعمل على التأهيل، ولكن الذي علمنا أن لديها برامج خاصة قامت بتأهيل من خلالها مجموعة من الراصدين أخذتهم في دورات خارجية ودورات داخلية، فهو العمل هذا لم نطلع عليه إلا من خلال التقرير الذي عرض في المؤتمر الصحفي بعد لقائهم بالأخ الرئيس في الرياض. نعم. تفاجأنا بالحقيقة للأرقام المتدنية جدا التي عرضتها اللجنة، مع احترامنا الشديد لفضيلة القاضي طاهر رئيس اللجنة، إلا أن لا زال لدينا ملاحظات كثيرة على أعمال اللجنة. الداخل أقولها بصريح العبارة غير راضي عن أداء اللجنة وعمل اللجنة بالشكل الذي كان يتوقعه. نتمنى أن يصل صوتكم وأن تصل رسالتكم هذه إلى اللجنة، وأن يتم التواصل المباشر من قبلكم معها لتقديم ملاحظاتكم والارتقاء بأعمال التوثيق والرصد لهذه الانتهاكات كي لا يفلت مجرم من العقاب. المحامي والناشط الحقوقي صالح ذيبان، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. أعزائنا المشاهدين، ننتقل لمشاهدة هذه المادة ثم نعود إليكم. من أحكام القانون الدولي الجرحى والمرضى وكذلك العجز والحوامل موضع حماية واحترام خاصين، ويسهل كل طرف من أطراف النزاع الإجراءات التي تتخذ للبحث عن القتلى أو الجرحى ولمعاونة الغرقى وغيرهم من الأشخاص المعرضين لخطر كبير ولحمايتهم من السلب وسوء المعاملة. يعمل أطراف النزاع على إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال والنساء النفاس من المناطق المحاصرة أو المطوقة، ولمرور رجال جميع الأديان وأفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية إلى هذه المناطق. لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء النفاس، وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات. لا يجوز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية إلا إذا استخدمت خروجا على واجباتها الإنسانية في القيام بأعمال تضر العدو، غير أنه لا يجوز وقف الحماية عنها إلا بعد توجيه إنذار لها يحدد في جميع الأحوال المناسبة مهلة زمنية معقولة.
لا يعتبر عملا ضارا بالعدو وجود عسكريين جرحى أو مرضى تحت العلاج في هذه المستشفيات، أو وجود أسلحة صغيرة وذخيرة أخذت من هؤلاء العسكريين ولم تسلم بعد إلى الإدارة المختصة. أعزائي، انتهى وقت حلقتنا هذه من برنامج لست وحدك. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهري أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. التربوي عادل عبد أحمد ورفاقك في المستشفى، تم الرصد، في أمان الله.